حياكم الله من جديد. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، حيث وصف عديد من المثقفين والمهتمين بعلوم وفنون اللغة العربية القرار بالتاريخي في مسيرة الثقافة العربية، مؤكدين أنه سيعزز الريادة الثقافية للمملكة. حول إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وحول وصول اللغة العربية للعالم وحول اعتزازنا باللغة العربية، يسعدني ويسرني أن أستضيف معي في الاستوديو الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق. حياك الله أستاذ حمد، سعيدين بحضورك، شكرا على تلبية الدعوة. أنا كذلك مبطين عنك، الله حي الأول من وراء حجاب في بيوتنا صار سنوات. أنا سعيد الحمد لله تنتهي الأزمة إن شاء الله، إن شاء الله. والأرقام الآن تلاحظ كورونا مبشرة في الواقع، لا شك. يعني بدأت تنقص عن يعني أقل من الألف، خلنا نبدأ بداية جميلة. أنا قلت أن هذه أرقام مبشرة، أقل من الألف نو تذكر بالآلاف. عندنا الرياض أمس أظن 38، نعم. والمدن الأخرى كذلك. إن شاء الله إن شاء الله أننا قريبا نحتفل بانتهاء إن شاء الله، نصفرها بحولها إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك، الله يحييك. مجمع الملك سلمان للغة العربية، البعض وصفه أستاذ حمد اليوم بأنه قرار طال انتظاره كثيرا، لماذا؟ جميل، أولا شكرا والله على طرحكم. أنا من متابعتي لم أجد أحد طرح حتى الآن طرح هذا الموضوع في هذا الوقت اللي تواجه فيه اللغة العربية تحديات كبيرة من الداخل ومن الخارج. يأتي قبل أيضا أدخل أجيب على سؤالك الجميل، اللغة أي لغة هي مكون من مكونات أي أمة، وعليها أن تعتز بها، و إهمال أي شعب اللي هو لغته هذا انسلاخ في الواقع. كل أمة كيف تقدم حضارتها وتقدمها إلا بلغتها؟ نحن لغتنا العربية الأولى أن نقدمها، هي لغة القرآن الكريم، لغة كما وصفها غازي القصيبي اللغة الآسرة، وهي يعرف ثلاث لغات الدكتور غازي رحمه الله، فاللغة الآسرة بموسيقاها بجرسها بتعبيراتها، ولذا علينا أن نعتز بها. ولكن هالتحدي اللي تواجهنا، وبالتالي آتي لمجمع الملك سلمان العالمي لخدمة اللغة العربية الذي أولا أنشأ في موطن الضاد وفي متنزل الوحي في المملكة العربية السعودية، وهنا يأخذ أهميته وبعده كونه تسمى باسم الملك سلمان، أعطاه أيضا بعد آخر. والملك سلمان مو متابعتنا تلاحظون يا أستاذ جمال، لا نجد أشياء مراكز أو مشروعات باسمه، ولكن يبدو لأنه عن اللغة العربية التي يحبها ويعشقها وهي لغة كتاب ربه وافق على أن يسمى هذا المجمع باسمه. أنا في تقديري وأمل إن شاء الله أن المجمع لا يعني يقتصر أو يرتهن فقط إلى تعريب الكلمات أو المصطلحات، لا إن شاء الله لو قال لي خدمة اللغة العربية، خدمة اللغة العربية فيه شمولية جدا، بمعنى أنه لن يتوجه للنخبة، سيتوجه للناس كلهم. إن شاء الله يلاحظ يعني إهمال اللغة العربية، وربما نتحدث عن الموضوع في شوارعنا وفي الفنادق وفي بعض الجهات، نعم. والتخاطب بيننا، وبالتالي نحن حقيقة يعني الآمال بفضاء هذا الوطن وبنظرة الملك سلمان لإنشاء هذا المجمع في وطن الضاد. هذا كان سؤالي القادم، احنا هل نتحدث اليوم عن مجمع للغة العربية هدفه الأساسي تعريب الكلمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، أو تحديث القواميس اللغة العربية، أم أننا نتحدث عن مجمع يؤصل اللغة جميل. العربية كأساس جميل. حضاري بالنسبة لنا، ممتاز. طبعا هو جزء من رسالة، وجزء لاحظ أنه لا شك يعرب بعض الكلمات قبل أن تنتشر، وتعريب يقبله الناس في الواقع، لا يعرب المخترعات لكن يعرب بعض الكلمات التي انتشرت في مواقع التواصل. ممكن تعرب يا أخي، يعني شوف بضرب بس مثل، شوف كلمة كوبري اللي انتشرت، هي مقابلها بالعربية جسر، يا أخي جسر أجمل، ايه. ورد
وأسهل وأيسر أقولك. لكن طبعا المخترعات يجب أن تبقى بلغتها، ولهذا سأقف بطرفة جميلة لعلامة الجزيرة حمد الجاسر. تعرف الشيخ حمد الجاسر هو عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، طيب. ومجمع الخالدين كما يسمى، وكان في طه حسين وكبار الأدباء والمثقفين. يقول أنه اخترع وقتها الفاكس، وأراد المجمع أن يعرب الفاكس. يقول طبعا من باب الغيرة أحد الأعضاء يقول قال أتى بتعريب. يقول أنا الشيخ حمد اعترضت عليه واعترض عليها بعض الأعضاء، لأنه قلنا لو عربنا بهذا الشكل يعني يكون مضحك علينا بالمجمع. وفعلا كتب مصطفى أمين بعد ما سمع صار بالمجمع اللغة بالقاهرة قال يعرب الشيخ حمد وكم واحد، يقول يبقى فاكس هذا مخترع ويبقى ما يتغير. طبقسل، معنى طبقسل يقول طبق الأصل، يعني الورقة طبق في تكلف هذا، لكن يعني كلمات عادي يمكن تعرب عادي. أأتي إلى النقطة الثانية في سؤالك، نحن نؤمل إن شاء الله أن يكون للمجمع دور رقابي، دور متابعة لمثلا يا أخي شوارعنا امتلأت بالمسميات الأجنبية في الرياض وفي حتى مكة المكرمة. يعني احنا ما نقول ما اسم مطعم للشركة أجنبية يبقى ما تقدر تغيره الحقيقة، لكن نتعمد مع الأسف في سواء في ملاهي في مطاعم في أسواق ذاك نعرب مول مثلا. ليش نقول سوق؟ يعني مش الفرق بينه؟ يعني لماذا؟ يعني هل الجمهور لا يأتيك إلا عندما تأتي باسم أجنبي؟ هذا يا أخي انسلاخ، أعتبر انسلاخ حضاري، وكان نشعر بالنقص ونحن أمة لها مجدها ولها لغتها. الأمر الآخر لاحظ في مجال الحديث الآن مع الأسف الأخوان الذين يبيعون أو في الفنادق يتكلمون باللغة الإنجليزية يا أخي، كنوع من إظهار التطور مع الأسف الحقيقة يا أخي، وكأن اللغة العربية يعني منزوعة عن هذه الصفة أنها لغة قادرة على التماهي مع أي تطورات الواحد يعيش. صدقت، وحنا خطاب عالمي، لغتنا عالمية. يعني ألمني مرة قبل سنتين في شهر رمضان اتصلت بفندق في مكة المكرمة متنزل الوحي والبعثة ولغة القرآن كله فيه، والله فندق ما، قلت له مرحبا، قال ويلكم. قلت يا أخي أنا عربي وأنت عربي وفي بلد عربي وجوار الحرم، كل أهلا عليكم السلام. أنا أخشونه رد علي رد أسفل، قال هذا السيستم عندنا، هذا السيستم عندنا. قلت لي والله ما ناقشتك، أنا الحمد لله أنا تواصلت الحقيقة مع هيئة السياحة في الواقع. قلتهم كيف؟ قال لا إحنا عندنا نظام إنه لابد يتكلم باللغة العربية وهناك عقاب، وأعطيتهم طبعا اسم الفندق. بقي أنت أشرت قبل ما يعني نتحدث ندخل في الحوار يبدأ التسجيل، قلت لي كلمة جميلة أستاذ جمال، حنا دورنا ترى أيضا مو دور بس الجهات الرسمية تراقب اللغة العربية، نحن يجب أن نعتز بلغتين ونتحدث بها. الشيخ عبد الله بن الخميس الأديب عبد الله بن الخميس كان رئيس النادى الأدبي، شوف يعني الموقف الرائع اللي يعني اعتزاز والفخر بلغته وبقوميته وعروبته. كان أقام النادى الأدبي حفل لوفد ثقافي زائر من أحد الدول العربية، الله مدد مصر أو سوريا. الشاهد طلبوا طبعا مطعم تولى المائدة وكذا، وقيمة العشاء وانتهى. من الغد جاءت الفاتورة من هذا المطعم أو هذا الفندق لا أدري، ولا بلوها الإنجليزية. الشيخ عبد الله بن الخميس رئيس النادي بكل عزته وفخري بلغته كتب عليه للمحاسب اللي عنده لا تصرف حتى تأتي بلغة العربية. أرسلوها لهم وترجموهم صاغرين. لو كلنا نكون عبد الله مدريس كما كتبت مرة كان بقيت لغتنا. فأنا أقول إن شاء الله نؤمل إنه هذا يعيدني التساؤل مهم أستاذ حمد. تفضل. يعني وأنت عضو مجلس الشورى السابق واحد أدبائنا الذين نفاخر بهم، نعود إلى الأساس الذي نتحدث عنه اليوم، التعليم.
اليوم أصبحت وإحنا نتكلم هنا عن جانب الوعي المجتمعي. بلى. هنا إحنا نتكلم عن جانب المجتمع. نعم. ليس عيبا أن يكون هدفا لك أن يكون أبنائك متحدثين لعدة لغات. لكن أصبحت اللغة العربية في مدارسنا لغة ثانوية خصوصا فيما يتعلق بالمدارس الأهلية. نعم. ألا يفترض أن يكون هناك أولوية كبرى اليوم تمنح للغة العربية في مدارسنا أطفال لم يتجاوزون أو لم تتجاوز أعمارهم 3 و4 سنوات يتحدثون بلغة غير عربية؟ هذا جميل. ألا يفترض أن نبدأ من هناك؟ نعم، هذا هو المرتكز وهذا الأساس الذي يجب أن نرتهي إليه في الصفوف الأولى. يا أخي أنا يؤلمني طبعا عندما أجد طفل يتكلم بالإنجليزية لأنه في مدرسة أهلية أو حتى المدرسة العالمية. نحن كما تفضلت نتعلم اللغات الأخرى وهذا أمر طبيعي لكي نواكب العالم ونتناغم مع التقدم الحضاري، هذا طبيعي، لكن ندخل لهذا العالم أيضا بلغتنا، وإذا احتجنا اللغة الأخرى دخلنا فيها. فأنا نعم، والآن نحن بداية عام دراسي جديد، أناشد عبر برنامجكم وزارة التعليم ووزيرها وهو رجل مثقف الدكتور حمد الشيخ أن ينظر في موضوع المدارس والتركيز أقول على التعليم على اللغة باللغة الأجنبية. أنا أقول لا يعلمون اللغة الإنجليزية وهذا طبيعي، أو الألمانية أو الصينية أو الفرنسية، لكن يجب أن يكون مرتكز اللغة العربية. ومن هنا على الوزارة أن تراقب وتجعل مواد اللغة العربية المواد الأساسية التي لا يمكن أن يتخطى طفل فصل مرحلة إلى مرحلة دراسية أخرى إلا وهو قد يعني تعلم هذه اللغة أو استطاع أن يصل إلى مستوى جيد بحيث ينتقل للمرحلة الثانية يأتي أيضا مستوى لغوي آخر. فحنا الآن البرنامج والحلقة تذاع في بداية العام الدراسي، أرجو أن ينظر أيضا. نعول كثيرا على إن شاء الله مجمع الملك سلمان العالمي لخدمة اللغة العربية أن يلتفت لهذه الناحية وينظر القائمون في انتشار اللغات الأجنبية، ليس اللغة في مثل هذه المدارس سواء خاصة الأهلية يعني ربما العالمية في جزء منها مادام في المملكة، أنه ينسق المجمع عندما يبدأ أعماله مع وزارة التعليم لأي شيء يا أخي يعتزوا بلغتهم. إذا اللغة في كل أمة هي جزء من هويتها، إذا أننا هذه الهوية فقدت أحد رموزها اللغة، إذا ماذا يبقى من الهوية؟ نحن الحمد لله في المملكة العربية السعودية في نص نظام الحكم في المادة الأولى لغة البلد اللغة العربية. أين يا أخي أصحاب هذا المدارس؟ أين أصحاب المحلات؟ بس أنت ما تجد هذا الشيء للأسف، يعني تجد حتى جهات حكومية. مع الأسف. يعني إحنا نتكلم عن جهات حكومية. نعم نعم. جميع تعاملات الجهة الحكومية تكون باللغة الإنجليزية. التعريف حتى بالجهة اي والله مع الأسف. التعريف بالجهة الحكومية يكون باللغة الإنجليزية. أنا سؤالي. تفضل. إحنا نتكلم وبعطيك دول. تفضل. يعني نتكلم عن بريطانيا. سم. فرنسا. ألمانيا. الصين. سم. هذه الدول من يعني من المستحيل أن تجد لها مواقع أو تعريف عن 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 نفسها أو عن جهاتها أو عن منظماتها بغير لغتها. يا سلام. وحتى عندما تتحدث معهم يرفضون الحديث معك بغير لغتهم. بلى. لماذا يعني إحنا ليش نتحرج اليوم إني أرد عليه باللغة العربية إذا كان هو يرفض الحديث معي؟ السلام. نعم. البعض يقول لك يا أخي لا تصير أنت بعد تشدد وكذا، تتشدد وهذه لغة العصر. طيب الألماني أو الصيني ما بلغة عصر. نعم. احنا نتكلم اليابانيين. إذن ليش يقبل الفرنسي؟ جميل. يعني جميل. انا اتكلم عن 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 الاجهزه اللي يتعامل معها، عن الانظمه اللي يتعامل معها. في لغات عده. نعم. وكثير من اللغات، احنا نتكلم عن اكثر من 400 لغه بالعالم. بلى. ما يرفض، ليش احنا نقبل هذا الانسلاخ؟ ليش نتنازل عن هالشيء؟ وش المسببات؟ جميل. اولا لو تلاحظ انه اللغه لا تمنع دوله ان تتقدم، وانت ضربت امثله.
الدول بلغاتهم، اليابان بلغتهم، فرنسا، أي دولة تتحدث أو تنطق العالم بلغتها، مع طبعا أن يكون يعرف جزء من أبناء شعبها اللغة الأخرى. ونحن لغتنا مع الأسف نحن سبب هذا الانهزام لها، لأن مثل ما تفضلت نحن لا نتكلم بها، ونرى أنه شيء من التطور أن نتخاطب بلغة أجنبية. وبالتالي نحن الآن ناظر مثلا، يعني لاحظ إذا فيه طالب وظيفة أو طالبة وظيفة تجد التعريف له أو يسمى السفتي تجده باللغة الإنجليزية. طيب ليش خلوها باللغة العربية؟ يعني بيروح مدير دائرة سعودي ومدير موارد بشرية سعودي، لماذا لا يقدم باللغة الأجنبية؟ يعني أنا أستغرب والله. إنه مر إعلام في صحيفة سعودية، صفحة كاملة من شركة ما لن أسميها، مع أني والله كتبت وقت عنها، معلن طلب وظائف باللغة الإنجليزية للشباب السعودي. يعني كانك ما تقدر تقرأ الإعلان هذا، يعني لا تقدم عليه، لا تقدم. أي يعني أيضا أمر آخر، وقبل سنتين أو 3 سنوات أو ربما أكثر، كان هناك حفل مناسبة اقتصادية وحضرها تتعلق بالتعاون بين السعودية والصين، وحضرها السفير الصيني، وحضر نائب الجهة السعودية مرتبة معالي. حضر، تصور في الحفل، وهذا نشر طبعا، في كلمات النائب اللي مرتبة وزير لن أسميه لهذه الجهة الاقتصادية تكلم باللغة الإنجليزية. زين، الصيني السفير الصيني لأنه يعرف العربية والحضور سعودي تكلم باللغة العربية، باللغة العربية، مفارقة عجيبة. يا أخي إذا كان حاضر 5-6 غير سعوديين أجانب، هناك الأجهزة ترجمة عندهم، فوالله يعني عاد علمت أنه تم إجراء على ذلك، يعني أو كتبت أنا تغريدة فقط. فهنا استلاب، والله نسميه استلاب حضاري، وتم ينبع منا نحن. وأعتقد أن إن شاء الله مجمع الملك سلمان العالم لخدمة اللغة العربية جاء من أجل الاحتفاء باللغة وانتشارها، سواء في الداخل لاحظنا العالمي، سيكون دور إن شاء الله في نشر اللغة العربية في العالم، سواء لدى المسلمين أو لدى الأقليات الإسلام المسلمة في الدول الغربية، في كل دول العالم. نعم. إن شاء الله. نعم. سنتحدث أكثر عن دور أو الدور المتوقع لهالمجمع في داخل المملكة وخارج المملكة، وكيف يمكن لهذا المجمع التعزيز وإيصال اللغة العربية وفنونها للعالم جميعا. لكن اسمح لي بعد هذا الفصل القصير واصل. حياكم الله من جديد، حديثنا عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وضيفي هو الأستاذ حمد القاضي وعضو مجلس الشورى السابق. أستاذ حمد، كيف يمكن، يعني إذا نبي نكون أيضا واقعيين بعض الشيء وناخذ المتغيرات القائمة اليوم، وإحنا يمكن أوردنا أمثلة لما سميته انسلاخا، نعم، وتقاعسا عن حماية اللغة واستخدامها، بلى. كيف يمكن لنا اليوم أن نوازن بين رغبتنا أو هدفنا في تعزيز اللغة العربية، إبراز خصائصها، تبيان وظائفها، وكذلك عملية التسارع في المعلومات التي تعتمد على لغات أخرى؟ جميل. في تقديري لا يوجد تقاطع بين اعتزازنا بلغتنا واستخدامها والتناغم مع معطيات العصر والمعلومات التي تأتي بلغات أخرى إطلاقا، وتجارب الدول اللي سبقتهم وانتشرت، بريطانيا، فرنسا، وأنا قلت اليابان، كلها في لغتها وانطلقت للعالم بكل مدنيته وحضارته. هناك عدة مسارات في هذا المجال. أولا من ناحية الداخل أنه المدارس عليه دور كبير أن تجعل، والمعلمين تحديدا، أنهم يعتزون الشباب والطلاب بلغتهم، المعلم والمعلمات، الطلاب والطالبات يعتزون بلغتهم، يبينون جمال هذه اللغة العربية، يتحدثون عن أنهم
عندما يتكلمون بلغة العربية هذا فخر لهم أمام العالم، وأن الدول الأخرى تقدمت ولكن لم تتخلى عن لغتها، لأن هذا جزء من الهوية. الأمر الآخر أنه على يعني ليس فقط المجمع الملك سلمان العالم للغة العربية، أيضا على وزارة التجارة دور يا أخي عندما يريد أو البلديات والأمانات عندما يريد محل أو فندق أو أي يريد أن يأخذ ترخيص يشترط عليه يكون باللغة العربية، ما عدا إذا كان اسم وكالة أو اسم شركة هذا أمر آخر، لكن يا أخي مو كذا، مو ماركة ولا هو الأسماء أسماءنا حنا تغيرت. أي والله أسماءنا تغيرت وحتى الأسماء صحيح أسماء مع الأسعاد هذه يمكن الأحوال المدنية تراقبه وعليهم عليها وكذلك عليهم. وزارة التجارة أذكر أنه قبل فترة أصدروا قرار بأيام في عهد الدكتور توفيق الربيعة بأنه الفاتورة الصادرة صحيح. تصدر باللغة العربية صحيح نعم، وأكد مجلس الوزراء هو القرار صدر بعد قرار مجلس الوزراء أنه على وعلى ووجهت الغرف التجارية أن توجه التجار ورجال الأعمال والشركات أن يتخاطبوا باللغة العربية ويكتبوا باللغة العربية. لكن بصراحة يا أخي يعني إذا يقولون أنه أي تنظيم بدون عقاب كأنه إنسان بلا أسنان، على الجهات التنفيذية أن تراقب ذلك، وزارة التجارة، الغرف التجارية، وزارة الشؤون البادية والقرائوية يلاحظون ذلك. يعني يؤلمني يا أخي أمشي أنا وياك في شوارع الرياض نجي والله ما كأننا في مدينة الرياض في بعض الشوارع كل أسماء أجنبية، لماذا يعني هذا كيف نشعر بالنقص؟ إحنا يا أخي وإحنا لنا هاللغة ولنا هالدين ولنا بلدنا والله الحمد الآن في تقدم وحضارته، يعني سيصل قريبا للنادي الأول نادي الكبار الحقيقة. الأمر الآخر على هذا المستوى الداخلي، وهناك جوانب طبعا أخرى كذي، لكن المستوى أنه أيضا ودور إن شاء الله المجمع هذا أن نشر اللغة العربية أولا إرسال أناس مختصين باللغة العربية ويعقدون دورات اللغة العربية في الدول بحيث أنه ينشرون اللغة العربية، يوزعون الكتب، يضع دور أيضا استخدام الحقيقة وهذا مهم، مواقع التواصل نشر اللغة العربية. وأنا أتوقع إن شاء الله مجمع الملك سلمان العالمي لخدمة اللغة العربية أنه يستخدم وسائل التواصل لإيصال لغتنا، عندما تعتز لغتنا نعتز، وعندما تنهزم لغتنا هذه هزيمة حضارية لنا. أيضا نبين سواء في الداخل والخارج جمال اللغة العربية، وأيضا نبسطها بالتعليم سواء لطلابنا وطالباتنا هنا. يعني الآن وزارة التعليم احنا التقينا بالوزير التعليم قبل حوالي أسبوعين من أجل بداية التعليم الجديدة والآلية الجديدة التعليم عن بعد، وقال إن شاء الله لدينا تبسيط وتغيير بعض المناهج واختصار لها من أجل أن يستوعبها الطالب ومن أجل يفهمها. طبعا ترى الآن أيضا مناهج اللغة العربية تغيرت، يعني ما كانت بذكر الصعوبة، يعني في أشياء ليس بالضرورة يعرفها الطالب والطالب، ربما إذا تخصص باللغة أنت عندما تبسط اللغة العربية يفهمها الطالب والطالب يستطيع أن يستوعبها ويتكلم بها ويتحدث بها. فهناك جوانب كثيرة يعني انتشار اللغة العربية وخدمتها واعتزازنا بها سواء على مستوى الداخل أو مستوى الخارج، بحيث أننا لا نريد لغتنا تكون للنخبة، نريدها للجميع. نعم. أي الفنون تعتقد أنها أفضل وأجود في إيصال اللغة العربية لخارج محيطنا؟ أي فنون تراها أقرب بالخارج من هنا إلى الخارج؟ نعم جميل والله، عدة أشياء. يعني خلينا ما نقول الكتب الآن، يعني عمل نسخ رقمية إلكترونية عن كتب اللغة العربية، عن أبرز قصائد جميلة فيها، المعاني الإنسانية اللي تحملها، هذا شيء رسالة كبيرة. عندما تضع لك موقع في تويتر أو في الفيسبوك أو غيره عالمي وتخدمه وتقدم فيه مادة جيدة ممتاز، أنت قلت لي في القنوات في روسيا وغيرها يقدمون مواد باللغة العربية. نعم. لهم جميلة. نعم. نحن أيضا دور اللغة العربية الفصحى دون وليست لغة عامية. نعم هذا يعني الجميل.
على أيضا قنواتنا الحقيقية السعودية وقنواتنا أيضا تبر السعودية مثل روتانا وغيرها، أيضا أن يقدموا أيضا برامج باللغة العربية ويترجمون للآخر ويبسطوها. حنا بدنا حتى اللي عندنا الآن أكثر من 9 مليون يعني وافد، إذا استثنينا مثل العرب 1 مليون 2 مليون اللي يبقى 7 ملايين من غير الناطقين باللغة العربية، لماذا لا نعلمهم؟ يا أخي والله أن واحد عندما تتحدث مع عامل وتقول أنت يعمل كذا، يا أخي لا وتكسر أنت لغتك، تكسر لغتك أنت، يعني الخلل منك. نعم. أنت يعمل كذا وكذا، كلها يعمل كذا، خليه يفهم، هو يقول أنت طبيعي، لكن حنا نقول له بدل أنت يعني لا. فهالقضية تبدأ والله. نعم. تبدأ من هنا، منك أفراد كمجتمع كمدارس كجامعات، والجامعات ترى لها دور كبير بسم اللغة العربية، لا نريد أنها. نعم. تحصر نفسها في التعليم. هل تتوقع أستاذ حمد، يعني الوقت بدأ يزف علينا، لكن هل تتوقع أن يكون لمجمع اللغة العربية، احنا نتكلم هنا عن الفضاء الإلكتروني. نعم. اللغات الأخرى تحتوي يعني عدد محدود من صحيح. من الكلمات صحيح. وكثير من اللغات حسب كثير من الدراسات تعود أصولها إلى اللغة العربية صحيح. بعض اللغات لا تتعدى 15,000 كلمة صحيح. وبعضها المستخدم 1500 كلمة. احنا نتحدث عن 15 مليون كلمة تقريبا صحيح. في اللغة العربية صحيح. من هل يمكن أن يكون لهذا المجمع، مجمع اللغة العربية اليوم في الفضاء الإلكتروني، ونتكلم مثلا عن محركات البحث، أن نغذي محركات البحث بهذه الألفاظ علاوة على البيان البلاغة، هذه الجزئيات التي تفتقدها اللغات الأخرى، هل نستطيع إيصالها عبر الفضاء الإلكتروني وكيف؟ نعم، ثراء اللغة العربية كما تفضلت، في مستشرق بريطاني في كتاب له عن العالم العربي أو كذا، قال نعم أنا يقول عرفت 5 لغات لم أجد أثرى من اللغة العربية عندما تعلمتها، في بلاغتها في مفرداتها في عدد كلماتها. نعم، إذا استطعنا أن نوظف مواقع التواصل تصل للعالم كله لنقل هذا الإثراء اللغوي للعربية إلى الآخر، نعتبر الحقيقة انتصرنا. إذا استطعنا أن نقدم دروس مبسطة لتعلم اللغة العربية، ليس بالضرورة أن يأتيك الناس، ليش الآن نحن بعد أزمة كورونا صرنا نقرأ ونتعلم عن بعد، وبرامج الحوار عن بعد، الآن آلية التعليم سيعلمون الطلاب عن بعد، نحتاج حجر ثاني من غير شر يعني عشان نرجع نقرأ ونتعرف على لغات أكثر. فأقول يعني فإن شاء الله أنا أتوقع أن مجمع اللغة العربية مجمع الملك سلمان اللغة العربية سيبدأ من حيث انتهى الآخرون، من حيث انتهت المجامع، بقدر دورها اللغوي والثقافي والتعريبي، هذا طور آخر، لكن خدمة اللغة العربية جميلة، فيها شمولية، فيها فضاء واسع لنشر اللغة العربية وتعليمها، وهذا ليس للمملكة العالم يعني العربي، الدول تستخدمها كقوة ناعمة إذا تتفق معي. نعم نعم، إذا خاطبناهم بعدين دلالات اللغة العربية مهمة، يعني قد حتى الشيء المترجم لا قد يعطيك المعلومة، حتى لو ترجمنا عندنا من اللغة العربية إلى اللغة الأخرى قد لا يعطيك الدلالة، لكن اللغة العربية أمر آخر. المملكة العربية السعودية تحديدا بلد كل وطن كل الدول تريد أن تتعامل معه بحكم قوة اقتصادها وقوة حضورها، موقعها الديني الإسلامي والديني. نعم. فالعالم تراهم بحاجة إلينا، لماذا نضعف ونستخذي؟ يعني يجب أن نقدم لغتنا، نقدم هويتنا، نقدم قيمنا. الملك سلمان الله يحفظه في كلمته لما كان مناسبة ثقافية قال كلمة كذا، نحن في المملكة العربية السعودية لنا خصوصية نفخر بها، والخصوصية تجعلنا ننطلق إلى الآخر من خلال اللغة العربية. لدينا الحرمان الشريفان. نعم. لدينا لغتنا، لدينا. تفضل. أنا أبغى منك، كان لك موقف مع الملك سلمان الله يحفظه في يبرز اهتمامه باللغة العربية، بس باختصار سمعت. تفضل. هو الملك سلمان مثقف وقارئ، يعني الشعر جزء من اللغة العربية. مرة نحن أروي قصة، كان الشيخ ناصر الشثري دعا الملك سلمان لما كان مير للرياض،
في المغرب جلسة صغيرة وأنا دعيت، كان الحضور محدود. الشيخ ناصر بدأ بالشعر ويعرف الملك سلمان يحب الشعر ويحب الحكمة. أنا جان الدور واستشهدت في بيتين أو قلت بيتين: إذا جادت الدنيا، كنا نتحدث عن القيم والكرم، نعم، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. استحسنها الملك سلمان وقت الأمير، ومن بكرة كلمني مكتوب قال الأمير سلمان أو الملك سلمان الحمد لله يريد الأبيات وقائلها وإنه يعني إعجاب فيها. شوف يعني بيتين شعر معناها متذوق لغتنا، لا شك، ولهذا جاء إن شاء الله هذا المجمع نأمل فيه الخير. بنعم أو لا، هل تتوقع أن يكون مركز الملك سلمان أو مجمع الملك سلمان مركزا لاستقطاب عالمي لتعليم اللغة العربية؟ نعم، وبأمل كبير جدا، يعني ما دام يحمل هذا الاسم ان شاء الله. نعم. شكرا جزيلا لك الاستاذ حمد القاضي عضو مجلس الشورى لكل هذه المعلومات حول مجمع الملك سلمان للغه العربيه وعن لغتنا العربيه واعتزازنا بها وضروره عودتنا الى جذورها اعتزازا بحضارتنا وقيمنا. شكرا لك. جزيلا لك. ختام يا هلا، الى اللقاء.